حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 85% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 171 مليون دولار، وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما بلغ عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 52 شركة. احتل العراق المرتبة 6 بمؤشر مخاطر القروض السيادية عربيا على مؤشر بلومبيرغ، هذا وتصدرت مصر وتونس قائمة أكثر الدول العربية التي تواجه مخاطر على مؤشر بلومبيرغ، وخارجيا كانت البحرين الأكثر مخاطرة حيث احتلت المرتبة 11 بين الأسواق الناشئة والثالثة عربيا، 3 عمان ولكن بفارق كبير. قال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن إن جميع الموظفين في العراق بما في ذلك موظفو المحافظات الشمالية يستحقون أن يتقاضوا رواتبهم مقابل عملهم في نهاية كل شهر. وقال السفير البريطاني إن استقرار كردستان العراق أمر مهم بالنسبة للعراق، محذراً من تداعيات تأخير صرف رواتب موظفي المحافظات الشمالية. قال خبراء في الاقتصاد إن إيران تسعى لتشغيل 3 موانئ للربط السككي عبر منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، إضافة لمنفذ خسروي الذي تنوي فتحه من جهة خانقين بمحافظة ديالى وميناء الخليج الكبير بالقرب من الحدود العراقية الكويتية. وأوضح الخبراء أن منفذ خسروي سيمتد إلى مدينة البوكمال ومنه للموانئ السورية، وهذا يعني أن العراق سيكون ممراً للبضائع الإيرانية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ارتفعت إلى أكثر من نصف الكمية المصدرة خلال الأسبوع الماضي. وأضافت الإدارة في جدول لها أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسة بلغت 6,346,000 برميل يومياً، وقد كانت صادرات العراق لأمريكا خلال نفس الأسبوع بمعدل 248,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 148,000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه. والآن مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة سريعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.